اسالك بقى سؤال تكنيكال شويه. لو هنتكلم بمنتهى الصراحه، مثلا اكيد انت كنت بتتابعي مباريات مختلفه للنادي الاهلي وشفتي ازاي الستايل بتاع اللعب واللاعبات كمان ازاي، ولو هنقارن بنادي سبورتينج برضو او هنقارن باي نادي تاني، انت شايفه ايه نقاط القوه في هذه اللعبه تحديدا في النادي الاهلي، وايه اللي ممكن كمان يتحسن من وجهه نظرك؟ يعني ستايل لعب النادي الاهلي مختلف عن اي حد تاني. هو بريشر وحيد بس ان اي بطوله لازم نبقى مركزين فيها عشان ناخدها، ده في النادي الاهلي. فما فيش بريشر قوي على لعيب غير ان هو يبقى مركز، كل حاجه طالبها ومتوفره له، فما فيش اي وسيله ضغط عليه غير ان هو بس يكون مركز في الماتشات وفي اللعب. ده يمكن مختلف شويه عن النوادي الثانيه بيبقى فيها فريق البطل الضغط عليه بيبقى اكبر عشان الـ 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 الشطاره ان ما حدش ياخد بطوله، وبس ياخد بطوله ويحافظ على ان هو يفضل بطل على طول. حلو الفريق البطل، فريق البطل. برافو عليكم صالح. صح، على فكره من ضمن تفاصيل البطوله دي فكره الشغف وفكره ان كل متحمل مسؤوليه، يعني في تفصيله كده ليها علاقه بالروح الحقيقه. يعني شفت ازاي حرص كابتن الفريق دينا عمرو ومجموعه من اللاعبات المصابات كمان كانوا كلهم حريصات جدا على المشاركه في المباراه النهائيه ضد الجزيره، فيعني التفصيله دي بتقف انت عند النوع ده من الامور؟ طبعا. يعني الاصابات طبعا بتاثر فينا في اي فريق مثلا بيبقى قوي لما يحصل اصابه لاي حد لا قدر الله، ده بيأثر فيه جدا، خصوصا احنا الفتره دي عندنا اصابات كتير للاسف، فده خلى في بريشر اكتر على الناس اللي بتلعب، بحيث ان هي ما يبقاش في فرق ما بين ما نحسس الناس او نحس احنا شخصيا او ان احنا يكون عندنا مشكله في اللعب بغياب الاصابات يعني. بس فلا بصراحه يعني احنا للاسف كان عندنا نور علي طلعت كانت عملت حادثه كبيره قبل الماتشات، وده طبعا دي هي لعبه مؤثره جدا، ودينا قبل ماتش الفاينل مع الجزيره برضو تعبت جامد قوي ما شاركتش للاسف في الماتش، بس بالعكس ده ادانا سبيريت، هم كانوا موجودين هما الاثنين والاصابات كلها كانت موجوده، فحسيت ان احنا كلنا مع بعض موجودين سواء في حد مصاب او ما حدش مصاب، والحمد لله ربنا كرمنا واخدنا البطوله.